يكلمني شكرا، واحيانا اخرى ممكن تفضلك يعني بالفنانة علا غانم في فيلم احاسيس البحر، وممكن في احيانا اخرى تحسسك بالفنانة ليزا ان او الفنانة جوليا. لا احنا حبيتنا لا فاهمين ولا لا؟ بيفضل هأساء من مسرح منوعات الاسطورة حسن الفخري، اسطورة فنانين الغربية النجم الاسطورة حسن الفخري، وحركات حركات حركات عالم مليان بتكات، معكم على الهواء مباشرة فليصف الكلمة مراسل قناة الحياة نجم السنبلاوي الاعلامي محمد عنده. اللقاء مع مدن الربيع، جبت لك حاوي من بقي، طلعت لك نار من بقي، نفسي اجرب مره احط السكر مره، موعد ولقاء مع مدن الربيع، صاحبه الخطرات الرشيقه، بنت الاكابر، النجمه الفنانه سما عادل. بحضور نجمة مصر الستين انست يعني صغير خشاب كبيرة شوية يعني انست ونورت اخر حبة من حبات عنقود الموهبات مش الموهوبين بنت الاكابر كبيرة مشجع النادي الاهلي. لا فكوها بقى شوية بقى يعني بصوا انا طالع من السنبلاوي كان درجة الحرارة 43 درجة مئوية، ايه رأيكم بقى نهد الطقس ننزل 38 درجة 33 درجة ربما 31 درجة سما عادل بنت الاكابر. اتفضلي حضرتك. اشهد ناس في الدنيا زور نابلي سمارة سما حلوة رجالة
اسمع مع سامع عالم وعيش الحياة وفكها شوية. تفضل يا حضرتك. Oh,
We'll be right back.
على ليه ابويا ليه شعفة بس زعلانة مني زعلانة ليه زعلانة ليه زعلانة ليه زعلانة مني زعلانة زعلانة مني هي زعلانة الشعفة بس مش سقفة رجالة الوسطاني صح دي مش سقفة رجالة الوسطاني هي زعلانة طب اللي فرحان من قلبه العريس النهارده يقوم يقف معانا رسالة اللي فرحان من قلب العريس يقوم يقف معانا وهترفع ايدك فوق وهترفع ايدك فوق وتسقف سقفة راجل واحد اللي عزلك معاك في الحاجات دي بقى ميدو واقفين ميدو تعالى ميدو تعالى ميدو تعالى ميدو تعالى تعالى ميدو هو عزلك معاك في الحاجات دي هو بعد ما خلص ربنا هدايا ايوه ربنا هدايا بعد ما خلص كده هي زعلانة بس هي سرحت دلوقتي احنا عايزين ميدو قبل ما يتجوز يعني ميدو قبل ما يحط الجواز انا عارف ان انت ما عدتش بس احنا فك نفسك ومعاكم وادم والعقربون اولى بالمعروف اتفضل حضرتك طب زور النبي اللي يسقف كده زور النبي اللي يسقف دكتورتي الحلوة تعبانة مني دكتورتي الحلوة قولي اسمع كله تعبانة مني رحت للدكتور وصف لي علاج واحد ما تحل الحل وانا دكتور مخلي عشان الرجالة دي تنبسط انت تقلع الدميونة وهي تقلع الكوتش يعني انا ما بطلبش حاجات مستحيلة الرجالة كده اصحى مع حمزة كده عشان يبتدي استماع جميلة ميدو يقلع الدميونة السبعة تقلع الكوتش بتاع النادي الاهلي ده هنعيش الحياة ونفكها شوية معانا خلاص يا عم عشان الرجالة يلا يا رجالة الله يا لاعب خصمك النبي لما تقعد قبل ما تطلع خصمك النبي واحنا بنقول الرجاله مش بنتحايل على حد لحد شكرا يا اطلع على السما كده سنة خلي بالك يا سما اطلع شويه يا معلم اطلع فوق فوق يا سما فوق المقدم عشان يطلع على الرجاله دي تحت بنتي فوق حسب الكهرباء حسب الكهرباء حسب الكهرباء وعيني عليكم يا معلم برحت خالص حد مستعجل حد مستعجل بص اقول لك على حاجه بقى سمك هيبقى ترابي يعني احنا طلبنا منها تطلع فوق
فوق طلعت. خصمك النبي، خصمك النبي اللي ما تمسك الكرسي. لا 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 لا. خصمك النبي بص على رجالة. شو سمع فيك؟ اسمع صح، شو سمع فيك؟ خصمك النبي اللي ما تشيل الكرسي بتاعك. خصمك النبي اللي ما تشيل الكرسي بتاعك. خصمك النبي اللي ما تشيل الكرسي بتاعك. مستردش بيضة، مستردش أهم حاجة، مستردش عشان الأفضل وكده والناس بحبه خالص بقى بحبه كده حتى ميده شوية من قبل ما تتجوز عشان خاطري طلع العيال ده بتضرب فلاح. اللي ليه جدع صاحب يخاف عليه واللي مالوش صاحب جدع ربنا يعوض عليه. طب اللي شايف نفسه راجل يلعب البنطلون اطلع يا